احتفاء بالذكرى 140 لمعركة مقطع الروم بوادي جيري ببشار في أواخر القرن الثامن عشر، نظم مكتب قبيلة دويمنيع احتفالية بمنطقة أم درابين تحت شعار من أجل الحفاظ على الذاكرة الجماعية وتاريخ النضال بالمنطقة. نحضر اليوم هذه الذكرى لأنها في الحقيقة من بين الذكريات التي تشرف القبيلة، ولذلك نعتز بها في ذاكرتنا الجماعية. الاحتفالية حضرها جمع غفير ومن كل أنحاء منطقة الجنوب الغربي، وتغنى فيها الشعراء بالانتصار الساحق الذي حققه حلف زقدو المكون من قبائل دويمنيع أولاد جرير أولاد عمور على حساب قوات المستعمر التي قادها في تلك المعركة ثلاثة جنرالات. معركة مقطع الرومي الشهيرة والتي كانت بمناسبة في سنة 1870، واللي قاتها قبيلة دويمنيع مع شركاء عدة قبائل العمور ولاد جرير، وهذا لدحر محاولة الاستعمار الفاشلة من أجل يعني كمعاقبة لهذه القبيلة التي فكت الحصار عن الأبيض سيد الشيخ والتي تكبد فيها العدو خسائر كبيرة جدا. إن قبيلة دويمنيع يكونون الرأس وروح لهذا الحلف، وهي قبيلة غنية وقوية من حيث العدد وقيمة محاربيها. هذه كتبها الملك نابليون تروا. التاريخ كان منسي ربما هذه فرصة باش الأجيال هذه تعرف الشيء اللي قدموه للأجداد نتاعها. إن شاء الله وهذا التاريخ اللي إن شاء الله لمدوا فيه الشمل، الحمد لله هذه هي السنة بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هي ذاكرة الأجداد التي وجب على الآباء صونها لنقلها للجيل الجديد حفاظا على الموروث التاريخي لبلد المليون ونصف شهيد.